عليكم ورحمة الله وبركاته جونيور 2، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، في يوم جديد، في درس جديد بمعلومات جديدة. النهاردة إن شاء الله هناخد درس بعنوان صناعة الألوان. صناعة الألوان دي هنعرف فيها مين أول من استخدم الألوان، إيه هي الألوان الثابتة بتاعتنا اللي إحنا نعرفها، هنعرف إيه أساس الألوان جت منين، أصلها منين، هنعرف حاجات كتير قوي. يلا بينا مع بعض علشان نبدأ الدرس الجديد بتاعنا. أول حاجة هنقرأ مع بعض صناعة الألوان. المصري القديم هو أول من استخدم الألوان في تزيين الجدران المعابد والمقابر، والتي نراها ثابتة وزاهية حتى الآن. صنع المصريون الألوان من مواد طبيعية كالصخور والنباتات. استخدموا 7 ألوان في كل رسومهم، وكان كل لون مغزى، فنجد أن الأحمر يدل على القوة، والأخضر يدل على الحياة، والأبيض يدل على النقاء، والأصفر يدل على الخلود، والأسود يدل على الشر، والأزرق يدل على الهواء والسماء، وأخيرا البني يدل على الأرض. ومن هنا حبايبي عرفنا أول معلومة في الدرس بتاعنا النهاردة، أن المصري القديم هو أول من استخدم الألوان في إيه؟ في تزيين جدران المعابد والمقابر. المعابد والمقابر كانوا بيزينوها باستخدام الألوان، يبقى مين أول من استخدم الألوان؟ هو المصري القديم. استخدمها في إيه؟ في تزيين جدران المعابد والمقابر. إحنا لحد دلوقتي بنشوفها ثابتة وموجودة ولم تتغير حتى الآن، ألوانها جميلة جدا. ليه؟ عشان طبعا هي مصنوعة من مواد طبيعية. طب إيه هي يا ترى المواد الطبيعية اللي صنعت منها الألوان؟ الصخور والنباتات. طب يا ترى عدد الألوان دي إيه؟ استخدموا 7 ألوان في كل رسومهم، يبقى مجمل الألوان اللي استخدموها المصريين قد إيه؟ 7 ألوان. هنا أقدر إن أنا أستخدم الاستفهام بأداة استفهام كم عدد الألوان اللي استخدمها المصري القديم في ألوانه؟ هي 7 ألوان. ممتازين. وكان لكل لون مغزى. طب إيه بقى المغزى بتاع اللي هو معنى اللون؟ كل لون ليه معنى. ايه يا ترى معنى كل لون؟ عندنا اول حاجه اللون الاحمر بيدل على القوه، واللون الاخضر بيدل على الحياه، واللون الابيض يدل على النقاء، النقاء اللي هو الصفاء، والاصفر بيدل على الخلود، الخلود اللي هو البقاء. يبقى انا عندي كلمه النقاء اللي هي الصفاء، وعندي الخلود اللي هي البقاء. واللون الاسود كان يدل لون ايه؟ الاسود على الشر، والازرق بيدل على الهواء والسماء، زي بالظبط دلوقتي احنا شايفين ان السماء لونها ايه؟ زرقاء. واخيرا اللون البني يدل على الارض. زي بعد ما عرفنا الدرس وبعد ما عرفنا معلومات كتير في الدرس، هنبدا نعرف بعض المصطلحات اللي بالنسبه لنا كانت غامضه وما كناش عارفين معناها. طب زي ايه يا ميس؟ زي كلمة تزيين، تزيين معناها تجميل. طب ثابتة، ثابتة اللي هي لم تتغير أو ساكنة. وزاهية، هي جميلة ورائعة زي الألوان الزاهية. كانت فعلا الألوان اللي بيستخدموها المصري القديم زاهية جدا، يعني جميلة ورائعة. مغزى اللي هو لكل لون مغزى، مغزى اللي هو المعنى. عرفنا دلوقتي في الدرس بتاعنا إن كان لكل لون معنى. النقاء اللي هو اللي بيدل عليه اللون الابيض اللي هو الصفاء، والخلود اللي هو اللي بيدل عليه اللون الاصفر وهو البقاء. طب احنا كده يا ميس عرفنا كل المعاني والمصطلحات الغريبه بالنسبه لنا. طب المضاد بقى، عندي كلمه القديم ضدها الجديد. تزيين وهي تشويه. ثابته متحركه. زاهيه قبيحه. طبيعيه صناعيه. القوة الضعف. الحياة الموت. يلا بينا ندخل على جدول المفرد. الألوان اللون،
جدران جدار، المعابد المعبد، المقابر المقبرة، المصريون المصري، مواد مادة، الصخور الصخرة، النباتات النبات أو النبتة، رسوم رسمة. فاضل معانا جدول الجمع، أجيب لي كلمة جمع وأجيب لي كلمة مفرد وأعرف الجمع بتاعها. إحنا هنا عندنا المصريون دي أصلا جمع، يبقى هنا المصريون والمصري دي موجودة في الكلمة اللي هي الكلمة والمفرد بتاعها. الحياة الحيوات أو الحيوان، الشر الشرور، السماء السماوات، الأرض الأراضي. نبدأ مع بعض دلوقتي، ندخل في قسم الأسئلة صفحة 127، نراجع الدرس مع بعض سؤال وإجابة. هنبدأ بأول سؤال ويقول فيما استخدم المصرية القديمة الألوان؟ ها فيما استخدمها؟ استخدم المصرية القديمة الألوان في تزيين جدران المعابد والمقابر. مما صنع المصريون الألوان؟ صنعت من إيه؟ صنع المصريون الألوان من مواد طبيعية كالصخور والنباتات. سؤال الثالث، كم لونا استخدمها المصريون في رسومهم؟ احنا عرفنا في الدرس ان هما كم لون؟ ممتازين، 7 ألوان. استخدم المصريون 7 ألوان في كل رسومهم. طيب نكمل مع بعض باقي الأسئلة. عندنا بقى سؤال، السؤال ده مليان قوي، بيقول ايه؟ علامة يدل كل من اللون الأحمر والأخضر والأبيض والأصفر والأسود والأزرق والبني، اللي هم 7 ألوان اللي استخدمها المصري القديم. يدل اللون الأحمر على القوة، واللون الأخضر يدل على الحياة، والأبيض يدل على النقاء اللي هو الصفاء، والأصفر يدل على الخلود اللي هي البقاء، والأسود يدل على الشر، والأزرق يدل على الهواء والسماء، وأخيرا البني يدل على الأرض. ودلوقتي هنبدأ مع بعض نفتح صفحة 126 في البوكلت علشان نبدأ نستخرج بعض الظواهر من درسنا صناعة الألوان. وصلنا الدرس ونبدأ نستخرج، أول استخراج هنبدأ نستخرجه هو كلمة بها لام قمرية، كلمة بها ألف ولام قمرية. لو بصينا في الدرس هنا هنبدأ نطلع إيه؟ كلمة المصري أو المعابد أو المقابر، الألوان، النقاء. يبقى احنا عندنا دلوقتي النقاء دي لام شمسية، هنبدأ نطلع الحياة، الخلود، الهواء. يبقى عندنا كلمات كتير جدا لام قمرية، هنبدأ نختار منها واحدة ونكتب المصري. وكلمة بها لام شمسية وهي النباتات أو الصخور أو النقاء. طيب تاني استخراج هو كلمة بها مادة الألف، قدامنا كلمات كتير جدا بها مادة الألف، هنختار منها كلمة واحدة هي جدران، وأي كلمة بها مادة الألف هينفع إن احنا نطلعها، بس علشان نعرف إن هي مادة الألف بتيجي في الوسط وبيكونش فوقيها حاجة والحرف اللي قبلها عليه فتحة، عشان هنا السؤال بيقول لي الحرف الممدود هيبقى اللي هو الحرف اللي قبلها يصدق الألف وإيه وعليه فتحة. اسم موصول، احنا قلنا الاسم الموصول اللي هو كلمة بتربط جملتين ببعض لها نفس الفاعل، وهي كلمة التي. التي اسم موصول. حرف جر، وصلنا حروف جر كتير عندنا، ممكن نكتب في او على، واحنا طبعا كلنا حافظين حروف الجر، حروف الجر 8. طيب الاستخراج رقم 6 هنبدا مع بعض نجيبه، كلمه بها تنوين بالكسر هي الوان. ممتاز. نبدأ نحط تنوين الكسرة وموجود على الحرف الأخير اللي هو حرف النون.
نون تحتيها تنوين كسرة. عندنا كلمة الاستخراج اللي بعد كده فاعل مضارع. عندي أفعال مضارعة كتير اللي هو حدث ولم ينتهي، زي كلمة يدل، نراها، نجد. نقدر نختار أي كلمة منها. نجد أو يدل. رقم 8 عندنا فاعل ماضي اللي هو حدث وانتهى، زي كلمة صنع أو كلمة استخدم. طيب رقم 9 بيقول لي كلمة بها تاء مربوطة. كلمة بها تاء مربوطة يعني في نهايتها تاء مربوطة. نكتب كلمة إيه؟ ثابتة أو كلمة طبيعية. طبعا أنا ممكن أختار كلمة واحدة بس مش كلمتين. رقم 10 كلمة بها تاء مفتوحة وهي كلمة النباتات. رقم 11 كلمة بها همزة على السطر، زي كلمة النقاء، السماء، الهواء. نقدر نختار كلمة منهم. طيب رقم 12 ضمير غائب. لو بصينا دلوقتي في أول سطر هنلاقي إن في ضمير غائب. هو عندنا ضمائر غائب، هو، هي، هم، هن، هما. رقم 13 كلمة بها تنوين بالفتح فهي زاهية. طبعا عندي كلمات تانية بحط الفتحتين على التاء المربوطة، والحرف الملون ايه؟ التاء المربوطة، بحط عليه الفتحتين يبقى دي تنوين بالفتح. رقم 14 في الاستخراج كلمة بها شدة. طبعا احنا عارفين الكلمة اللي بها شدة اي لام شمسية الحرف اللي بعدها على طول بيكون عليه شدة، زي مثلا كلمة الصخور، النباتات، السماء، الشر، النقاء. هنقدر نطلع منهم كلهم. او كلمة اول، اولا الواو عليها شدة. طيب الحرف المشدد ايه؟ الواو عليه شدة مفتوحة. اسم مفرد، عندنا اسماء كثير مفردة زي كلمة لو او المصرية. طب المصرية هنا الجمع بتاعها ايه؟ مبتزين، المصريون. واللون جمعها الوان. طيب اسم جمع برضو موجود عندي كلمة الالوان او النباتات. كده نكون خلصنا مع بعض استخراجات الظواهر. نبدأ مع بعض نفتح صفحة 132 في الكتاب المدرسي، وهنبدأ بعنوان درس صناعة الألوان. معانا هنا فكر وعبر ثم شارك، بيقول لك إيه لونك، استخرج لونك المفضل عن طريق دمج الألوان ثم شاركها. هنبدأ هنا نحط لونين على بعض وهيبدأ يطلع لنا لون مختلف وهنكتب اللون. طيب السؤال اللي بعد كده، سر كل كلمة بمعناها. أول جملة تستخدم الزهور في تزيين المنازل، عايز معنى كلمة تزيين. تزيين معناها تجميل. تاني جملة لا تكتب على جدران المدرسة. جدران معناها حوائط، ممتازين. طيب هذه الجملة ليس لها مغزى. مغزى احنا عرفنا معناها ايه؟ معنى. تتميز قلوب الأطفال بالنقاء. النقاء هي الطيبة. الحضارة المصرية خالدة. خالدة معنى باقية، ممتازين. هنبدأ مع بعض نشاط باء. اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب. واحنا بالتالي قرأنا الدرس. أول سؤال، استخدم المصري القديم الألوان في تزيين ولا بناء المعابد؟ في تزيين، ممتاز.
طيب استخدم المصري القديم 7 أو 8 ألوان، احنا عندنا 7 ألوان. من أي شيء صنع المصريون ألوانهم؟ صنع المصريون ألوانهم من مواد طبيعية كالصخور والنباتات. ممتازين. صنع المصريون الألوان من مواد طبيعية كالصخور والألوان والنباتات. نشاط ج معانا بيقول لي صل بين اللون ومغزاه عند المصريين القدماء. أول لون اللون الأحمر كان بيدل على القوة والناس. طيب واللون الأسود كان بيدل على الشر، والأصفر يدل على الخلود، واللون الأخضر يدل على الحياة، والأزرق بيدل على الهواء والسماء، والبني بيدل على الأرض، أما الأبيض فكان يدل على النقاء. وعندنا سؤال نشاط د، ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب: جدران، خالدة، زاهية. سؤال بيقول: زرت وادي الملوك بالأقصر وشاهدت نقط المقابر. جدران المقابر. ممتازين. نقط بأجمل الألوان. نقط بأجمل الألوان المقابر زاهية بأجمل الألوان التي ما زالت خالدة. وهنا هنكتب خالدة. طيب نيجي مع بعض على الصفحة الثانية. نشاط هاء، الآن دورك عبر عن الصورة مستخدما كلماتك الجديدة. قصدنا صورة وهنبدأ نعبر عنها. نقدر ان احنا نكتب ايه؟ زين المصري القديم جدران المعابد والمقابر بالألوان الزاهية. ثلاثة، لاحظ واكتشف. نشاط، لاحظ الفعل المضارع في الجمل الآتية ثم أكمل. احنا عرفنا ان الفعل المضارع لو هو حدث ولم ينتهي. يركب وليد الحافلة كل يوم. هنا عندنا الفعل المضارع ايه؟ يركب. تاني جملة، اذهب الى الاهرامات دائما. يبقى عندي ايه الفعل هنا المضارع؟ اذهب. الجملة التالتة، تحب اميرة ان تلعب طوال الوقت. هنا في الجملة دي عندي فعلين، هي تحب وتلعب. لاحظ وتعلم النشاط، أكمل الجمل بفعل مضارع مناسب. عندنا نستخدم تصنع، يتعجل. أول حاجة، نقط الألوان من مواد طبيعية حتى الآن. نعم، تصنع. طيب السؤال بعد كده، 2، نقط العام من بقاء الحضارة المصرية. تتعجب. طيب السؤال بعد كده، رقم 3، نقط اليوم العديد من الألوان وبدرجات مختلفة نستخدم. ممتازين. وبعد كده بيقول لي هنا 5، شارك نشاط ألف، اتبع عشانات معلمك في إملاء الكلمات الآتية. هنبدأ نتملى بعض الكلمات: تزيين، جدران، مغزى، نقاء، خالدة. والسؤال الأخير، اكتب بخط النسخ، اكتب جملة الحضارة المصرية خالدة. وبكده حبايبي يا جونيور 2 خلصنا الفيديو بتاعنا، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.